السلام عليكم، تحياتي متتبعين الكرام، وما علينا غايب عليكم ياك، والله الا توحشناكم. الحق شجعونا، عملونا الرؤية مشاهدة ونجم، وناقشوا معانا الا ما متفقين شي هضروا، ايوا شجعونا باش نعطيوكم كايبين نهضروا، ما كايبين نتجمعوا ونتذاكروا، ما علينا. كنوجه تحية لجميع الفلوغرات اللي هما مهتمين بالكرة، وكنشكر بزاف بدر الدين الإدريسي، سي بدر الدين الإدريسي اللي كاين تبارك الله عنده مجهود وحاضر، وحنايا إن شاء الله ما يبخلش علينا سي بدر الدين، حتى هو يشجعنا القناة ديال مصطفى فلوغ، ومن هنايا كنحييوك. ما علينا، ندخلوا في الموضوع. التشكيلة بالدارجة الشديدة اللي غتجيب العز مع كرواتيا، حيت كرواتيا أصلا خايفانين منا. حنا عندنا سبعة ديال أحسن ملاعبين كاين في أوروبا، بداية ديالهم بونو، ثاني حكيم زياش، حكيم أشرف حكيمي، مزراوي، بوفال، وناحي، حمد الله، شنو بغيتي نزيد لك؟ ها سبعة بين أحسن ملاعبين، يعني تونسيس عادوك الشباب اللي طالعين عاوتاهم، انتو حنا جي غنخافو منهم، أنا ودو لعبوا كرة بالحق، كرة حرامية، تحرمية الكرة. كيفاش غيكون عندي الوصول للشبكة متعدد بزاف ومتنوع، نطلع بالسونتراج، نطلع بإندو كرة قصيرة، نطلع بالتوتيز، نقدر فهمتي، كنفضل هادشي كتار من باسي، كتار من الدريبلاج، فهمتي، كنفضل هادشي هذا على جوج الطرق هادو. وإن تونسيس ملي غادي نوعو، إلا دخلنا بطريقة باش نوعو الوصول اللي غنوصلوا بها للشبكه، انا كنقترح واحد التشكيله اللي كاين اللي غيتفق معايا، كاين اللي ما غيتفقش معايا، بيرو واعر اللي ما عجباتوش يقولها لي، واللي عجباتو حتى هو يتفاعل معانا بجيم ولا ما علينا. بورتيرو ما غنناقشوش فيه، بورتيرو بونو، ياسين بونو لا نقاش فيه. الدفاع حكيمي ما نهضروش عليه، نايف اكراد هي غانم سايس، مزراوي، واخا غانم سايس خاص يجي شكون اللي يعاونو، حيت هو الى مور ظهرو راه غادي، الى جات الكره مور ظهرو يقدر يوقع لنا مشكل. في القدام في هذا ما عندناش نقاش، هذا الديفونس هذا مع كاسي نور الدين، ياك متفقين مع كاسي نور الدين، تحيه ليك اخي ديالي. ما علينا، في الوسط هنا فيه يكون اختلاف، انا كنفضل يكون امرابط حدا جبران، امرابط ريكوبيراسيون دو بالون، جبران حتى هو كيعاون شويه ريكوبيراسيون دو بالون، وكيخرج الكره، كيخرج الكره، وقدامه حميد عبد الحميد صابيري، عبد الحميد صابيري بان بانه ملاعبي عنده في رجلو، ملاعبي كيتلاق الكره، ملاعبي كيتشوط. ان تونسيس هاد الثلاثه هادو بغيتهم انا يلعبوا، ها تونسيس يلعب اما 4-1 ياك، لا 1-2 وغادي يزيدوا لهم زياش وبوفال، هي 4-1-4 وعبد الرزاق حمد الله من الضروريات خصو يدخل ميديو الاول. علاش؟ عبد الرزاق نقط القوة ديالنا خصو ما عارفين، كيشبر الكرة كيكادريها وكيديفندير وكيوصل، يعني غادي يساهم هو في إعياء ونزل القوة ديال المدافعين ديال هذا. في حالة ما يناسب عيا ولا كذا غادي نحاولوا نعدل، ديك الساعة يتبدل ب باش كيعيطوا له إما بسديرة وإما ب ملاعبي تي فيين عشر الله العظيم. ما علينا، كنتمناو هاد اللائحة تلاقى الاعجاب ديالكم، اللي متفق يقولها لي، اللي ما متفقش يقولها لي شي. بالحق هذه التشكيله الطوب، هذه التشكيله 2-0 حتى 3-1 هذه غادي تجيبها، فهمتي، وبالحق قتاليه. ملي توصل الكره المربع العمليات ديال اوكرانيا، اول حاجه ميفكر فيها اللاعبي، اول حاجه يتيري
الا او الا قديتي ريتيري ما قديتيري يتلاق الكره عنده يعطيها ويبان لها ويبان كره قصيره ماشي طويله كره قصيره وصلت راجل ما كتعرفوا بالحق كرواتيا عنده معاه كره طويله اذا كنعتمدوا على بغينا بوفال حتى هو بغينا نشوفو يتشوط زياج بغينا حتى هو يوصل الكره للشبكه عبد الحميد السيباري حتى هو بغينا يشوط الشبكه عبد الرزاق حمد الله حتى هو بغينا نوصل الكره وجبران بغينا يلعب كره سهله يعطي الكره اللي قريب ليلو اللي هي 100% ناجحه باس نجاح 100% شي 1% توصي نعطي غير صاحبي نعطي اللي حدايا ومبلو وحاولوا خرج كره بكل سلاسه والحلاوه وسهله 100% مضمونه وليك صاح الا كان شي تغيير يدخلوا اوناحي اللي اوناحي كيعرف يخرج كره وما كيضيعش الكره في رجلو وتا هو كيتشوط انتوزيز غنخليكم في رحمه الله بيني اليكم ارقى التحيات مصطفى لو كيحييكم مصطفى لو معكم دائما تحياتي.